تشاهدون الآن نشرة الأخبار من قناة حضرموت. رئيس الوزراء يستقبل وفد الاتحاد الأوروبي والمدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في الشرق الأوسط، وهم من يدعموا تنظيم داعش والقاعدة. نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية يعقد مؤتمرا للكشف عن تورط الحوثيين في دعم خلايا إرهابية، ويؤكد على ضرورة استئناف عمل المحاكم والنيابات في المحافظات المحررة. محافظ حضرموت يوجه بإعادة العمل بالنظام الجمركي بميناءي المكلا والشحر، ويوجه بمعالجة أزمة الغاز بوادي حضرموت. الوكيل الكثيري يناقش الإجراءات التنفيذية لإنشاء منشأة حكومية لتعبئة الغاز المنزلي بوادي حضرموت. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك في العاصمة المؤقتة عدن سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن أنتونيا كالفو، والسفير الفرنسي كريستيان تيستو، ونائب السفير الألماني كارلو مولر، ونائب السفير الهولندي جيم فان لبحث مستجدات الوضع في الحديدة بعد مشاورات السويد التي رعتها الأمم المتحدة. وفي اللقاء جدد رئيس الوزراء دعم الحكومة الشرعية لجهود المبعوث الأممي لدى اليمن مارتن غريفث، مؤكدا على أهمية مرجعيات الحل السياسي لإنهاء الحرب، مشيدا بدور الاتحاد الأوروبي ودعمه والجهود التي يبذلها في التخفيف من المعاناة الإنسانية. من جانبها، أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي استعداد الاتحاد لتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية، مجددة تمسك الاتحاد الأوروبي بموقفه الثابت تجاه اليمن ودعم حكومته الشرعية. بدورها أشاد السفير الفرنسي كريستيان تيستو بدور الحكومة الشرعية وجهودها في عملية تطبيع الحياة، كما عبر نائبا السفيران الألماني والهولندي عن أملهما في تحقيق نجاحات في المشاورات والتوصل إلى سلام حقيقي باليمن. وفي صعيد آخر، استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك في العاصمة المؤقتة عدن المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في الشرق الأوسط بانه كولتي. وفي اللقاء تم بحث سبل تطوير المشاريع في المجالات الإنسانية والإنمائية التي ينفذها المكتب في اليمن. وأشاد رئيس الوزراء بالجهود التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، متطلعا إلى رفع مستوى الإنجاز في العام الجاري، مؤكدا حرص الحكومة على تطوير كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية. من جانبها، أكدت المديرة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في الشرق الأوسط على استمرار دعم اليمن للخروج من الأزمة، وأوضحت أن لديهم حزمة من البرامج والمشاريع لدعم قطاعي الصحة والتعليم والعمل على توسعة رقعة نشاط العمل ليشمل عدة محافظات. كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري وقوف الحوثيين وراء تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية التي استهدفت قيادات أمنية وعسكرية في العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات المحررة تحت مسمى تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين لزعزعة الأمن والاستقرار، والتصوير بأن الحكومة الشرعية والأجهزة الأمنية غير قادرة على تأدية مهامها في حفظ الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة. وأشار الوزير الميسري خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة المؤقتة عدن إلى تمكن وزارة الداخلية ممثلة بقوة مكافحة الإرهاب في أمن محافظة لحج من إلقاء القبض خلال الأيام الماضية على خلية إرهابية لتنفيذ اغتيالات وعمليات إرهابية في العاصمة المؤقتة عدن ممولة من الحوثيين. وفي نهاية المؤتمر الصحفي تم عرض فيديو تضمن اعترافات لأعضاء الخلية وصورا تجمعهم بقيادات حوثية وفيديوهات عثر عليها في هواتف أعضاء الخلية أثناء رصد لعدد من القيادات العسكرية والأمنية. ملف الإرهاب هو ملف عابر للقارات، والمجتمع الدولي معني بهذا الملف، ونحن اليوم نقدم أول دليل ولن يكون آخر دليل، أول دليل قاطع على أن الحوثيين هم من يمولوا وهم من يخططوا وهم من يدعموا
تنظيم داعش والقاعدة. تبلغ عدد المقبوض عليهم في هذه الخلية 8 أشخاص معظمهم من التنظيمات الإرهابية، وقد نفذوا العديد من الجرائم الخطيرة وهي إحداث التفجيرات بالسيارات المفخخة، وكذا في زراعة العبوات الناسفة على جانب الطرق لاستهداف المركبات التي تقل العسكريين ورجال الدولة وغيرهم من الذين يتم استهدافهم، وكذا تنفيذ الاغتيالات والتقطعات. يعني كانت مهمهم إحداث بلبلة كيف ما كان. وعلى ضوء ذلك تم اكتشاف جريمة تفجير مثلا كما حدث سيارة العميد الركن سند الرهوة، وسيارة القيادي أبو مهتم، وسيارة محافظ محافظة تعز السابق دكتور أمين محمود في منطقة إنماء بعدن، وتفجير سيارة نزار الوجيه في منطقة الممدارة، وتفجير الطقم في جولة كالتكس وجولة السفينة. أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري على ضرورة استئناف عمل المحاكم والنيابات والبث في قضايا المواطنين العالقة في المحافظات المحررة. جاء ذلك خلال لقائه بوزير العدل علي هيثم الغريب لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بعمل وزارة العدل والمعوقات التي تواجهها، والوقوف على قضية إضراب القضاء ومنتسبي النيابة العامة وبحث السبل الكفيلة لرفعه. وشدد الميسري على ضرورة اطلاع القضاء ومنتسبي النيابة العامة بمسؤولياتهم الوطنية في ظل الظروف الراهنة، مؤكدا الوقوف إلى جانبهم لتحقيق مطالبهم الحقوقية. من جانبه أطلع الوزير الغريب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على أولويات خطة وزارة العدل، معربا عن عمله في تعاون كافة الجهات للقيام بالعمل على أكمل وجه. كما أبدى الميسري استعداد وزارة الداخلية لتوفير الحماية والإجراءات الأمنية اللازمة لاستئناف العمل في فروع ومرافق وزارة العدل والنيابات العامة والمحاكم لبث في القضايا المتعلقة بحقوق المواطنين والفصل فيها. أوجه محافظو محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية لواء الركن فرج سلمين البحسني بإعادة تطبيق النظام الجمركي بجمرك مينائي المكلا والشحر، مصدرا توجيهه لمديري مكتب جمارك ساحل حضرموت وجمركي مينائي المكلا والشحر بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 11 من نوفمبر الماضي الذي أقر تطبيق النظام الجمركي في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية. وحدد التوجيه آلية الخصم على البضائع المختلفة، ويأتي استئناف تطبيق النظام الجمركي بعد تعطيله إبان سيطرة تنظيم القاعدة الإرهابي على مدن ساحل حضرموت في إبريل من العام 2015. ناقش محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فارس سلمين البحسني مع أعضاء وممثلي غرفة تجارة وصناعة حضرموت الجانب التمويني والجوانب الاستثمارية بالمحافظة. وأشاد المحافظ البحسني بدور رجال الأعمال ومنتسبي الغرفة التجارية في استقرار الجانب التمويني بالمحافظة ومساندتهم لجهود السلطة المحلية، داعيا إياهم إلى المزيد من الاستثمارات في كافة المجالات. وأكد البحسني وقوف السلطة المحلية إلى جانب المستثمرين الجادين، داعيا كافة التجار والمستثمرين في ظل الظروف الراهنة إلى الوقوف أكثر إلى جانب إخوانهم والمواطنين ومراعاتهم وعدم المغالاة في الأسعار. بدورهم شكر أعضاء الفرقة التجارية المحافظ على دعمه ووقوفه إلى جانب رجال الأعمال وتذليل الصعوبات التي تواجه نشاطاتهم التجارية والاستثمارية. ناقش محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فارس سلمين البحسني بالمكلا مع وكيل المحافظة المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي أزمة الغاز في مديريات وادي وصحراء حضرموت، ووجه المحافظ بمعالجة مستعجلة لحل الأزمة ومضاعفة حصة الغاز للوادي والصحراء. كما ناقش البحسني مع وكيل المحافظة لشؤون الشباب فهمي بضاوي خطة المحافظة في الجانب الرياضي للعام الجاري. وأكد المحافظ اهتمام السلطة بالمحلية بالقطاع الشبابي والرياضة واستمرار دعم النشاط الرياضي للاتحادات والأندية الرياضية. وفي ذات السياق ناقش وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري الإجراءات التنفيذية لإنشاء منشأة حكومية تابعة للدولة
لتعبئة الغاز المنزلي بوادي حضرموت. وأوضح الكثيري في لقائه بمدير التنسيق بالشركة اليمنية للغاز سلطان ناجي بحضور مدير عام شركة النفط اليمنية بوادي حضرموت ومدير منشأة بروم للغاز ومدير مكتب الشركة بوادي حضرموت حجم المساحة التي تم تخصيصها لإقامة المنشأة والإجراءات المطلوبة لتسهيل تنفيذ المشروع الذي يلبي احتياجات وادي حضرموت من مادة الغاز المنزلي. أكد وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال سالم عبدون على أهمية تفعيل جميع الأقسام في إدارة التربية والتعليم بمديرية مدينة المكلا بوصفها عاصمة المحافظة، مشيرا خلال إلقائه بقيادة إدارة التربية بمديرية المكلا إلى ضرورة الارتقاء بالعملية التربوية والتعليمية والاستفادة مما تحقق في الأعوام الماضية، وثمن اللقاء الجهود التي بذلت لإنجاح الفصل الدراسي الأول داعيا إلى بذل جهود مضاعفة لتطوير الأداء وتحسين نوعية التعليم في قادم الأيام. افتتحت بمستشفى الريان التخصصي بمدينة المكلا غرفة عمليات حديثة لجراحة المخ والأعصاب بالشراكة مع مشروع بريف لدعم استمرارية الأعمال بوكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية، وتوفر غرفة العمليات للمرضى المخ والأعصاب خدمات علاجية نوعية تساهم في التخفيف من عناء السفر إلى الخارج. وأكد الدكتور عيسى ناجي البعداني المدير العام لمستشفى الريان التخصصي أن هذه الغرفة الجديدة لجراحة المخ والأعصاب ستعمل تحت إشراف كادر أطباء اختصاصيين. من جانبها أشار الأخ ماهر صالح خان ضابط المشروع بوكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر إلى أن مشروع بريف يقدم منحا مالية للمنشآت التعليمية والصحية والصناعية بهدف استمرارية الأعمال والحصول على الريادة في الخدمات التي تقدمها المنشآت داعيا إلى الاستفادة من المنحة المالية لمشروع بريف النسخة الأولى لتطوير وتحسين الخدمات الطبية. حضر الافتتاح الدكتور فهمي عرم نائب رئيس مجلس إدارة مستشفى الريان والدكتورة مريم بازريع رئيس قسم العمليات الكبرى وعدد من الأطباء والاختصاصيين في جراحة المخ والأعصاب العاملين بالمستشفى ومندوبي مشروع بريف بوكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر. معروف عن مستشفى الريان هو المستشفى الأول بعد المستشفى العام. المستشفى الأول من حيث تأسيسه يعني يؤسس فريق طبي من نخبة استشارية وأخصائي محافظة حضرموت، يعني نسعى بفضل الله عز وجل أن نكون دائما بجاهزية عالية بطاقمنا الطبي المتمثل في نخبة أطباء حضرموت، كذلك من الإخوة الأطباء الاستشاريين والأخصائيين من خارج اليمن عموما، الإخوة السوريين والإخوة القادمين من أوزباكستان وكثير من الأطباء، وكذلك لدينا من الفنيين الأطباء يعني من هم المتمكنين والأصحاب الخبرة العالية الموجودين من المحافظة ومن خارج اليمن كذلك. يعني مشروع بريف هو أحد مشاريع وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر مدعوم من البنك الإسلامي للتنمية، استهدف ثلاث محافظات صنعاء وعدن وحضرموت، وأيضا استهدف خمسة قطاعات اللي اعتبرناها القطاعات الحيوية: القطاع الصحي وقطاع التغذية وقطاع الملابس والزراعي والسمكي. من ضمن الشركات الفائزة معنا في هذه المرحلة كانت مستشفى الريان التخصصي. بالطبع كان في البداية كان بداية صعبة وكانت الأجهزة قليلة، لكن أيضا مع الوقت تم استخدام وتوفير معظم الأجهزة في معظم التخصصات. الآن مستشفى الريان في 2019 يضم أكثر من 25 تخصص طبي من كل الجراحات التخصصية أو معظمها نقول، أيضا الأقسام الأخرى الباطني النساء والتوليد الأطفال. تم استحداث غرفة عملية الجراحة والمخ والأعصاب وذلك بشكل نوعي من حيث الكادر المتخصص والأجهزة والطاولات والإنارة، كما نعزم على استخدام أطباء زائرين في جراحة المخ والأعصاب. ختام نشرة الأخبار، إليكم تذكير بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يستقبل وفد الاتحاد الأوروبي والمدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في الشرق الأوسط، وهم من يدعموا تنظيم داعش والقاعدة.
نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية يعقد مؤتمرا للكشف عن تورط الحوثيين في دعم خلايا إرهابية، ويؤكد على ضرورة استئناف عمل المحاكم والنيابات في المحافظات المحررة. محافظ حضرموت يوجه بإعادة العمل بالنظام الجمركي بمينائي المكلا والشحر، ويوجه بمعالجة أزمة الغاز بوادي حضرموت. الوكيل الكثيري يناقش الإجراءات التنفيذية لإنشاء منشأة حكومية لتعبئة الغاز المنزلي بوادي حضرموت. في الختام قدمنا لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة من قناة حضرموت الفضائية. نلتقيكم في ساعة إخبارية قادمة. حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.